السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمود. اليوم أنا راح أعطي درس للتنقية. طبعا الدرس راح يكون مقسم إلى قسمين أو 3 أقسام كحد أقصى. طبعا أول القسم الأول راح يكون فيه شرح بسيط عن الراو، وكيف تجهيز الصفحة والليفل فقط. البر الثاني راح يتكلم شوية عن الفلترات خاصة للفوتوشوب، هو تابس دينوز والكلينر. بعديها آخر حاجة حنحط شوية نصائح أو فوائد للمنقي. طبعا أول حاجة زي ما قلنا احنا إنه الراو له قسمين، عندك راو ماجازين وراو مجلدات او فوليوم. يعني ايش الفرق بينهم؟ المجازين صعب انك تنقي، يعني زي اللي قدامنا هذا من مجازين. زي ما انت شايف الورق اللي بيستخدموه في المجازين لما يعمل له سكان وكذا بيكون صعب التنقية تبعته. اما اذا كان راو مجلدات، وانا حاعطيكم مثال بسيط عنهم. عندك طبعا هذا كاكا I think كاشي. أنا نزلت المجلد تبعه، شايف كيف؟ زي ما شايفين الصفحة، يعني مع الإسكان الصفحة تقريبا مش محتاجة إلا مجهود بسيط جدا جدا وتصير الصفحة جاهزة. لكن إذا قرناها بالصورة المجلد تبعها، شايفين طبعا الصفحة بتكون أكبر حجمها شوي. زي ما انتم شايفين اختلاف كبير بينهم. هنا التنقية سهلة، أما هان فبتحتاج إلى شوية مجهود عشان إيش تنقيها. طبعا راح نبدأ أول إشي بالبارت الأول، وهو إيش نجهز الصفحة. طبعا الصفحة بعض الأحيان خاصة ما تكون المجلات بتلاقي مش جاهزة، تلاقيها بعض الأحيان فيها ميلان زي ما احنا شايفين. صورة هي شوي مايلة أو نازلة على جهة اليمين، في عندك زوايد، هذا لازم احنا كل ايش نعدله من البداية. طبعا أول ايش نبدأ ايش احنا انه نخلي ايش اللي الصفحة مستوية، انه ما فيهاش ميلان. طبعا هذه هتروح على طريق الايمج، على الايمج روتيشن، بعد عندك ايش الاربيتري. طبعا هنا تختار الحجم الرقم المميز او المناسب لإله. طبعا مش لازم من اول محاولة اجيبها صح، زي ما شايفين تقريبا احنا حركناها شوية، حطنا 0.6، اعتقد انه مناسبة جدا، يعني ما فيهاش اي مشاكل. طبعا الان بعد ما ظبطنا وضعية الصفحة نختار خاصية الكروب تول في شوية جهة اليمين، فيها شوية بدنا نعدل. على الايمج، ايمج روتيشن، شوف الان طبعا ما فيش مشكلة انك تاخذ شوية من عرض الصفحة او من الصفحة نفسها اذا كانت زوايد، يعني او حتى لو كان فيها شوية زوايد، لانه كده انت ايش بتخلي الصفحة انظف واحسن. هنا نعمل كرب، طبعا للأسف الصفحة مش مظبوطة فنرجع شوي. بعد ما نعملها كروب من أول جديد، لا تغلط.
نعملها ايه؟ شوف نحاول نعدل. طبعا بعد ما تخلص انت من الموضوع انك انت تجهز الصفحة، في موضوع تاني وهو ايش الليفل. تلاقيه في خاصية طبعا ايش الليفل بيعمل. الليفل بيخلي الابيض، يعني يخلي الابيض لونه كده والاسود يكون شكله كده، شايفين؟ يعني احنا المفروض نخلي الصفحة كي يكون لون الابيض، يكون ابيض زي كده ويكون اسود زي كده. طبعا المشكلة انه مع نروح على الايمج والادجستمنت والليفل، يعني صعب انك انت ايش يعني مهما زودت او كذا انه ما حتقدر تشيل كل حاجة يعني. وانتبه بعض الاحيان انك انت ايش تعمل ليفل زيادة، يعني تخلي الاسود اسود كتير زي كده، يعني كده انت غمقت الصورة كتير، او انك تستخدم الابيض كتير. فالمشكله هنا انه ايش الاعدادات الصحيحه على اساس انه ايش يكون صح. فهناك طريقه حلوه حابب اعلمكم اياها، انك اول شيء تروح لللاير، تعمل دبليكيت لهيلو هنا في الصفحه هذه، تروح على خاصيه الادجستمنت، هنا تختار خاصيه البرايتنس كونتراست. ايش بتعمل؟ طبعا هذا خيارات ثابتة، تحرك هذا كله على اليمين وتشيلها، بعدين تعمل على الباك لايت مرة ثانية تختارها وتروح على ايش الليفل. الليفل هذا عشان ايش؟ انه في هذا الخيار البرايتنس كان عشان تطلع الابيض، اللون الابيض. اما هان فبتغير من 255 تحط 15، عشان هنا ايش؟ عشان تعرف تطلع اللون ايش الاسود، الرقم المناسب له. طبعا بعد ما عملت هذا تخفيهم، تروح على الباك جراوند وتفتح ايش تظهر ايش البرايتنس. البرايتنس ايش تعمل؟ بتروح على الايمج، بعدين عندك الادجستمنت، الليفل، بتحاول تحرك الابيض. طبعا ايش هنا تعمل ان انت تحاول ايش تظهر تشيل الديرت، طبعا مش تشيله كله لازم يعني، يعني لو تبقى انه مثلا ايش حتى لو بقى من الاشياء اللي هان وهان مش لازم تتشال كلها يعني، لانه هذا احنا بدنا نستخدمه بالفلاتر الخاصة. طبعا انت طبعا ما تنظرش احنا اوكي ولا حاجة، احنا بس اللهم نحفظ الرقم لانه 180، بعدين تسكر. طبعا احنا كده طلعنا اللون الابيض، بدنا نطلع اللون الاسود، نخفي البرايتنس ونفتح الليفل، بعدين ايش تروح على الايمج، الادجستمنت، الليفل، وتحرك ليش اللون الاسود، شايفين؟ فاللون الاسود يظهر. نحاول يعني ما بدنا نغمق كثير يعني، فبنخليه 135. اذا 180 و135 لازم تحفظوهم هذول. بعد ما هذا تخفي انت الليفل، طبعا هذول الخيارين محتاجينهم مش الا في اخر شيء، بعدها لما نستخدم الفلاتر. بعد ما بنخلص نفتح الليفل عن طريق الكنترول ال اختصار، او عن طريق الايمج ادجستمنت، زي ما احنا حفظنا الارقام تحطها 180 للابيض و150 للاسود، تضغط اوكي. زي ما شايفين الصورة صارت أوضح شوي. في بعض لسه احنا اللهم اللي عرفناها اشي بسيط يعني،
طبعا في هذا البارت تقريبا احنا وضحنا لكم ايش طريقة انك تجهز الصفحة عن طريق الخيار كذا، وتشيل الزوايد، وتخلي حاجة متوازية، تخلي انه ايش الصفحة متساوية وما فيهاش انها طالع ونازل. طبعا هذا نهاية البارت الاول. ان شاء الله في البارت اللي بعديه راح احاول اشرح لكم الفلاتر وكيف تستخدمها. نلقاكم في البارت الثاني.